عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتورة كانت تسألني على اللي أنا فهمته، إمتى أعمل كانسل، إمتى أجمد أول فريز أول، إمتى أبروسيد فور فريش ترانسفير لو عندي عدد كبير من الأوسايت. العدد بيختلف زي ما قلنا، كل مركز وبيحط البروتوكولز بتاعته. غالبا لو اقل من 15 الريسك بتاع الاوفيريان هايبر ستيميليشن قليل، غالبا لو اكتر من 18 الريسك عالي. زي ما قلنا في فرق بين عيانه اوبيز، عيانه اولد ايج، وعيانه رفيعه، عيانه يانج ايج، ففي فروقات. عيانه الاي 2 بتاعها هاي، عيانه كان النمبر اوف كوليكلز الاكسبكتد هاي، ومطلع يعني في فروقات بين عيانين وبعض. ولكن لو احنا بنشتغل بالانتاجنست بروتوكول، عندنا مهما كان عدد الفوليكلز كتير، ومهما انا كنت اكسبكتد ان انا هيبقى عندي نمبر كبير، عندي طريقه ان انا اقلل خالص الريسك بتاع الايرلي اوفيريان هايبر ستيميليشن، عن طريق ان انا اعمل التريجر بتاعي بالجي ان ار اتش اجونست. تمام؟ فده بيقلل لي جدا الريسك بتاع الفريش ترانسفير، بتاع سوري بتاع ال early ovarian hyperstimulation. طيب عيب ده ايه؟ عيب ده ان لو انا نقلت على ال GnRH agonist هيبقى عندي ال luteal phase support هيبقى compromised، وهيبقى الريسك اوف او ان نسب فرص ان العيانه ما تحملش هيبقى عالي. فعشان كده بنعمل فريز اول. طيب حد بيقول طب ما ممكن ندي جرعات بعد ما اسحب من الاتس سي جي، هنا هيبقى في ريسك اوف اوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم. فلو انا عاوز اليمينيت الريسك بتاع اوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم، هيبقى ان انا استعملت انتاجونست بروتوكول، عملت تريجر بالجي ان ار اتش، عملت فريز اول. تمام؟ طيب لو انا بشتغل بلونج اجونست او باجونست بروتوكول، ما عنديش الادفانتج ان انا اعمل بجي ان ار اتش. فلو عندي عدد كبير الانترفنشنز بتاعتي، في انترفنشنز كتيره ممكن نعملها عشان نقلل او اتش اس اس، زي ان انا اعمل حاجه اسمها كوستنج، ان انا اوقف الجونادوتروفينز يوم يومين ثلاثه. صحيح ده بيأثر على الكواليتي بتاع الفوليكل، بس بيقلل الاو اتش اس اس. ان انا ادي الاستنكس، ان انا اعمل في كذا حاجه هنتكلم عليها في موضوع الاو اتش اس اس، هنتكلم لسه على موضوع الاو اتش اس اس. في حاجات كتيره ممكن اعملها تقلل، بس في الاخر ما زال احتماليه ان يحصل او اتش اس اس عالي حتى لو انا عملت كل ده. تمام؟ فلو انا اجونست بروتوكول وعندي عدد كبير وخايف من او اتش اس اس، ممكن ان انا كانسل السايكل. تمام؟ ما اعرفش انا جاوبت على سؤالك ولا لا. في الاجونست دكتور اكنسل من غير ما اعمل فريز، خلاص راحت عليا يعني. لو انا، ما هو لو انا عملت فريز انا كده لغيت الليت اوفيريان هايبر ستيميشن سندروم، بس انا كده كده عملت بتريجر ب اتش سي جي، فممكن يحصل لي الايرلي اوفيريان هايبر ستيميشن سندروم، فمش هستفيد يعني الفريزنج ما حمانيش من الايرلي، ممكن يحميني من الليت. ولو اني كنسلت من غير ما نعمل الفريز خلاص يعني هيك ما فيش ريسك للاو اتش، خلاص لو انت ما اديتيش اتش سي جي العالم مش هيحصل لها او اتش اس اس. ماشي، شكرا دكتور، شكرا. طيب تعالوا ناخد كده بعض الكيسز كده علشان نشوف احنا مدى فهمنا للامور. خلينا نبدأ. دكتورة أسماء محمد، أنا هقول الأسامي اللي قدامي، اللي جاهز فيكم مش جاهز اللي وراي يخش. أنا يلا أبدأ إن شاء الله. 38 years old female, body mass index 24, primary infertility 5 years, day 21 serum progesterone ovulatory. Then semen analysis of volume 2 ml, count 18, motility, progressive motility 30%, non-progressive motility 30%, motility, unmotile 40%, abnormal forms 40%,
90%. التحليل ده نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال. نورمال، تمام. أبا هستو سالبنجيوغرافي بيتنت فيه الليكج لل في سبيلنج لل لل الدياجنوز بتاعنا ايه للحاله دي؟ الدياجنوسيس هي ممكن اولد، يعني شويه اولد ايجز، ممكن البادي ماس اندكس عالي شويه، ام اي 24 عالي، ده ايديال عالي شويه. مش فوق من 20 يبدا، اي دون نو والله. اوكي 24، اوكي اوكي 29 ايديال. ايه سبب الانفيرتيليتي عندها من اللي احنا عملناه ده؟ ممكن عملنا ايه؟ اليوترس، عملنا ايه؟ عملنا ممكن اليوترس الشيب بتاعها، عملنا اتاكدنا ان عندها اوفيوليشن، اوفيوليشن والسيمن اناليسيس كويس، بس تقريبا الشيب بتاع اليوترس ما هوش يعني ترانجولار ترانجولار، اعتقد تي شيب، تي شيب اليوترس والهستوسالبنجيوغرام نورمال تمام. البيتنت بس ال والشيب بتاع اليوترس نورمال، هو ده راجع لورا شويه في الاشعه هيبقى باين ان هو شوية، بس هو ده عادي يعني، ده نورمال تمام. يس، فدي ايه لما الثلاثه دول يبقوا نورمال؟ unexplained unexplained ايه؟ infertility. طيب ايه next step؟ ال next step هي اختاري حاجه من الحاجات اللي موجوده دي. هي 38 طبعا، نحن نختار الاي في اف يعني لو هو من الاخير يعني، بس بعد كونسلنج للبيشنت ممكن اندكشن بس مع اي او اي، لكن ما انا ما فيش خيار الاي او اي مش مع خيار الـ يعني اللابروسكوبي. هل في رول للابروسكوبي في الحاله اللي زي كده؟ انا اكسبلينت ما فيش تمام، ما فيش، لان لو كان الاوبريشن ما فيش مش لوحده، الاي او اي مش لوحده، مش لوحده ممكن نعمل اي او اي مع ستيميليشن، مع ستيميليشن واي في اف البيتر في الايج 38. ولو احنا بنتكلم بقى على حاجه مور سكسسفول واكوردنج تو هير ايج، ممكن تستفيد اكتر من الايه، من الاي في اف تمام. طيب تمام. ايه اللي هنعمله قبل الاي في اف اسسمنت؟ محتاجين ايه عشان نعمل الاي في اف؟ خلاص العيانة خدت decision انها تعمل IVF، محتاجين مثلا baseline ultrasound نشوف احنا ما شفناش. اوكي هي ovulatory بس نبغى نشوف الاوفرز، محتاجين نشوف الانترال follicular count، نطمن على اليوترس الاندوميتريوم جات في day 2 عملت الالتراساوند الانترال follicular كويس عددها، والثن والاندوميتريال ثن كويس كامل انترال فوليكل، في واحد من الاوفر، واحد من هنا تقريبا في واحد اكثر من 20، وحتى هذا عدد كبير يعني في البوث اوفر. خلي بالنا احنا بنبص من كات واحد يعني، دي طبعا الاوفري معناها عدد كبير فغالبا كل اوفري في اكثر من ايه، من 20 فوليكل تمام. طيب اليوترس في اي حاجه؟ ايه كومنت على اليوترس؟ هو المفروض يكون فين اكثر من اف اي في اف يوترس نورمال سايز، الاندوميتريوم في بالنسبه لدي 2 ده اندوميتريوم هاي ثين اندوميتريوم تمام. ده الصورة الاسكان يعني بتاعها. اوكي. اندوميتريوم. يس بين اندوميتريوم. يس. بين اس يعني اندوميتريوم. ودي 1 اوفري اهو. ودي الاذر ايه؟ الاذر اوفري. طبعا ده ايه؟ دول بوليسيستيك اوفريان مورفولوجي. تقول لي ايه ده بوليسيستيك اوفري؟ نقوله مالتي سيستيك ولا نقوله بوليسيستيك اوفريان مورفولوجي. تمام مورفولوجي ماشي، يعني ما هياش بي سي او اس، بس هي بوليسيستيك اوفيريان مورفولوجي. طيب وعملت في دي 2 عملنا لها هرمونال بروفايل، طلع النتائج دي
الـ FSH 3.6 والـ LH 5.7 والـ E250 والـ Prolactin 10. تقريبا أن هي هيك ماشية مع الـ PCO لأن الـ LH أعلى من الـ FSH. احنا قلنا أن ده ولا هو شرط للدياجنوزيس ولا شرط للإكسبوجر. تمام، نحن الأندروجين بس يهمونا. والعيانة ما هياش ما عندهاش أي نورمال معناها أقول. هي أوكي. يعني ده كله طالع ايه طالع كويس ماشي ماشي. طيب ايه سيوتبل بروتوكول اللي تستخدمه هنا؟ بما ان فيه عدد فوليكل كبير نستخدمه انتاجونست او مينيمال ستيميليشن ممكن. يعني ايه مينيمال ستيميليشن؟ هي ناتشرال، هي اصلا مش نافع معها، ولونج ريسك الاو اتش اس اس لان هي عدد فوليكل يعني كبير. نستخدم الانتاجونست، انتاجونست بروتوكول. انتاجونست مينيمال ستيميوليشن ده ان احنا ندي جرعات قليله اللي هي بتاعه اللي هي تطلع 1 اور 2 فوليكل، وانا في الاخر لا انا مش عاوز اطلع 1 لا الايجنت بتاعها يبي اكثر من. انا هنعمل ايه؟ هنعمل انتاجونست بروتوكول. بروتوكول طيب التايبس اوف ميديكيشن هل يفرق حاجة من دولة؟ في حالتها هي اختار مين؟ هم بالنسبة كشغل تقريبا قلت لنا انهن ممكن افضل هنا الريكومبننت. انا قلت افضل ريكومبننت؟ لا مش افضل لان بس فريندي بس اوكي ممكن. لا عادي نستخدم. طيب عادي نختار هنا هنا كمان الريكومبنت اف اس اتش وال اتش ده الاشري قايل ان هو ما يستخدمش في عينين ات هاي ريسك اوف اوفيريان هايبر ستيميشن سيندروم. فبالعكس فانا نستخدم من بيور مالا على نفس الحاله اللي فاتت. فهنا ممكن نستخدم مينيبيور، ممكن استخدم ميريونال مينيبوزال رادوتروفينز، ممكن استخدم ريكومبيننت اف اس اتش. تمام الثلاثه دول ممكن استخدمهم وذ سيم ريزن. اوكي خلاص سؤال. طيب الدوز بتاعت الرادوتروفين هتبقى قد ايه؟ تقريبا 150 ل 225 ولا اكثر ناخذ مش عارف بس هي اولد ممكن 300 نختار لاني ماشي بالانتاجونست بروتوكول نختار 300. قول لي غلط 300 يا جماعة ما تشتركوا معنا بس الدكتورة أسماء كتر خيرها هي اللي بتجاوب بس أنا عاوزين يعني مناقشات كده وبتاع. إيه رأيكم 300؟ دكتورة أسماء قالت 300 يعني ماشي بالأنتاجونست بروتوكول المفروض ما نخافوش 300. أوكي هو ما نخافش بس ما نفجرش يعني 150-225 هو لا هي دي آخر كلام. هي دي 150 يعني بالذات 150. لو أنا مش هعمل جيناتيك تيستينج او انا مش يعني العادي فيها ايه 150 حاجه انترا فوليكولر كاونت بهذا الشكل 2020 ده 150 ما زودش عن كده ليه ازود عن كده. تمام ماشي فالدوز اللي هستخدمها المفروض تبقى ايه 150. طيب ايه اللي حصل للعينه؟ احنا كنا بنتكلم على الاختيارات بتاعتنا، تعالوا نشوف ايه اللي حصل مع العينه بالظبط كان ايه. أخذت أنتاجونست بروتوكول. سمعنا كله سمعني ولا بس الدكتورة أسماء هي اللي سمعاني؟ لا معك دكتور سمعين. طيب استعملت إيه؟ مين الحد تاني بقى؟ البروتوكول أنتاجونست بروتوكول وأخذت 150. دكتورة فاطمة مين موجود معنا تاني يكمل معنا؟ أنا موجودة دكتورة ميرفت. اتفضلي يا ميرفت. انتاجونست بروتوكول فور اوفيريان ستيميوليشن هيومن. زي ما احنا اخترنا
زي ما احنا اخترنا، احنا قلنا انتاجونست ماشي. يس انتاجونست يس. وخدت ايه اتش ام جي 150 واحد. نيكست فيزيت داي 5 ستيميوليشن، زي ما احنا قايلين في داي 5 بنعمل الايه الفولو اب. تمام تمام. طيب داي 5 الالترا ساوند رايت اوفري فور فوليكل 10 مليمتر، 10 فوليكل 7 ل 8 مليمتر، لوف اوفري 1 فوليكل 12 مليمتر، 2 فوليكل 9 مليمتر، 6 فوليكل 7 تو 8 مليمتر، الاندوميتريال تيكنس 6 مليمتر، استروجين 490 بيكوغرام بير مل. هذا صار لها هايبر ستيميوليشن صح؟ ها؟ لا ما زال. هو الاوفيرين هايبر ستيميوليشن بيحصل امتى يا جماعه؟ لما نلقوا العدد عدد الفوليكل مثلا بعد السح اكثر من 15. يا 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 جماعه احنا لما بقول لكم نلاقي ونلغي وبتاع، احنا ما حصلش اي الاوفيرين هايبر ستيميوليشن ده بيحصل بعد التريجر، بعد التريجر. اها تمام لكن تمام. هنا هي لسه ده هو ده ريسبونس. تمام. فهي كان عندنا 4 فوليكلز 10 و10 فوليكلز ما بين 7 ل 8، وكان عندي في الليفت اوفري 1 12 2 9 6 ما بين 7 ل 8، والاندوميتريوم كان 6 ملم، والاي 2 كان 490 بيكو جرام بير مل. تمام. ايه اللي هنعمله؟ ايه النكست ستيب ليها؟ نعطي الستروتايد ستارت الانتاجونست. ستارت الانتاجونست، هل محتاج ان انا اعمل ستيب اب؟ طب هل محتاج اعمل ستيب داون؟ يعني ايه ستيب اب؟ يعني ازود الجرعه، بدل ما انا بدي 150 اديها 225، هل في حاجه لكده؟ لا مطلع عدد كويس. هي في الفوليك لا يس. هل محتاج اعمل ستيب داون؟ لا انت كويس ستارت الانتاجونست ولا محتاج اعمل ستيب اب ولا محتاج ايه اعمل ستيب داون ولا هك ولا هكنسل السايكل. تمام. اها فاللي هنعمله ان احنا هنستارت ايه؟ هنستارت الانتاجونست في اليوم الخامس، ده الفيكسد ايه؟ الفيكسد بروتوكول. تمام؟ فاحنا زي ما قلنا احنا عندنا الستارت بتاع السيتروتايد او الانتاجونست دي حاجه اسمها فيكسد وفليكسيبل. في العنين اللي هم الجود ريسبوندر اللي زي كده ده بنبدأه اليوم الخامس ماكسيمم اليوم السادس. في العنين البور ريسبوندر لا، محتاج ان انا ابدا السيتروتايد لما الاقي ان ايه ان الفوليكل بقى 14 ايه 14 مللي. تمام. طيب بدانا السيتروتايد ماشيين على نفس الجرعه من الـ من الـ من الميني بيور، عملنا الترا ساوند تاني لقينا فيه 5 فوليكل بقى من 13 ل 15 و8 من 11 ل 13، والليفت اوفري كان فيه 2 فوليكل 17، 6 فوليكل 13، 6 فوليكل 11 ل 13، الاندوميتريال سيكنس 8 مللي، والاي 2 عملنا تابعنا الاسترادايول لانها بقى 1180. ايه النكست ستيب؟ نكمل نعطي مزاج. same treatment تمام. next step هي نفس الايه نفس العلاج هنمشي ايه هنمشي عليه. تمام. عشان احنا دكتور عايزين نخلي الفوليكل مور ذان 18 ملم صح؟ علشان اعمل التريجر يبقى لازم اوصل ليه ان الفوليكلز تبقى اكتر من ايه من 17 او 18 ايه ملم. طيب ده كان الاسكان اليوم التاسع. نعم، شايفين الفوليكلز زي كانت بادئه صغيره
بص بقت عاملة ازاي، بقت كبيرة لو قسناها هنلاقيها مثلا ايه 15، 14، 13، حاجات كده. الفوليكل يعني بصوا دي طالعة ايه، طالعة بنقيسها في اتجاهين تمام، وبناخد المتوسط ايه ما بينهم، يعني دي طالعة كام دي. دائما ناخد المتوسط دكتور، يعني لان مش إلا لو هنديها هي اكيد سيركولر، سيركلر لو صح؟ هي لو اه هي سيركلر سيركولر، ناخدها لو هي سيركولر خلاص مش محتاجين ناخد ناخدها. متوسط، لو هي elongated كده وبتاع لا لازم ناخد الايه المتوسط تمام. وهي يعني الموضوع فيه طبعا يعني مثلا ممكن ده يعني فيه برضه نوع من انواع الايه الاكسبيرينس في طريقة قياس الايه الفوليكل مع الوقت بتكتسب. طيب ده اللي هو اليوم التاسع اللي هو احنا شفناه، لو انت خدتوا بالكم كان الفوليكلز معظمها 17 ل 19، في منها برضو 16 ل 15، والاندوميتريوم 10 مللي وتريبل لاين، والاي 2 بقى 2600. ايه النكست ستيب بقى؟ تريبل اختار يا دكتور. with the gonadotropin releasing hormone ليه بقى؟ على حسب، إذا كنت بننقل فريش خلاص نعطي اتش سي جي، لو كان بنجمد جي انرجي، إذا كانت فريش سايكل، لكن لو كانت فريش لا اتش سي جي. طيب انا هحدد ايه اللي هيخليني، ايه اللي هيخليني احدد هنقل ولا مش هنقل؟ أكيد بننقل، يعني ليش ما ننقل؟ العدد، عدد الفوليكل 8 و6، آه أوكي 8 عادة كذا، أو 6 آه عادة كبير. خافوا من الاوفريان هايبر ستيمولايشن، هذا علاش ناخذ عندنا الجونادوتروبين. هنا الاكسبكتد ان انا اطلع كام اوسايت، المفروض أقل من 15. انا اكسبكتد هنا كام، مش ما هو مفيش حاجه اسمها مفروضه، آه انا هنا المفروض اطلع كام او اكسبكتد كام. كل الكبار دول كل الارقام اللي هي اللي هو فوق 14 دول، ده هو ممكن يكون في حاجات صغيره مش مكتوب، لكن اللي مكتوب كده انت عندك هنا 8 تمام. وهنا بيقول لي 2 16 يعني 10 و2 15 يعني ايه 12، وهنا مكتوب من 6 العشرين. ويعني 10، يبقى بنتكلم في كام؟ في حوالي 22. ده ايه دول؟ ده دول الكبار، في هتلاقي في ايه صغيرين كمان تمام. معناها فريز اول جينيريتش فهنا انا صح؟ الايم بتاعي ان انا ما السيفتي، سيفتي كامز فيرست. فهنا هنعمل ايه؟ هنتريجر بي جي ان ار اتش، وما دام هتريجر بجي ان ار اتش يبقى هعمل ايه؟ فريز فريز. اول. طيب تعالوا نشوف ايه اللي حصل. المريضه اتعمل لها فعلا تريجر بجي ان ار اتش، الاوفن بيك اب اتعمل بعد 36 ساعه، طلع لي 26 اوسايتس تمام، كان 16 منهم ام 2 اللي هو الميتافيز 2 اوسايتس تمام، اللي هم الماتيور اوسايتس اللي هم ممكن نحقنهم، و6 ام 1 و4 جي في. هنتكلم في الكلام دوت مع الامبريولوجيست، هيدينا محاضره هتعرفوا يعني بالتفاصيل ايه الفروقات ما بينهم تمام. الام 2 هي الحاجه الوحيده او الماتيور اوسايتس اللي ممكن تبقى انجكتد بالسبيرمز، فهنا اتعمل انجكشن 16 انجكتد، وبعدين تاني يوم عرفنا ان في 10 فيرتلايزد تمام. لغاية كده ايه رأيكم في المانجمنت؟ كويس ومقبول ولا لأ؟ كويس لكن مقبول مقبول. طيب بصوا بقى، في خطوة اتعملت هنا، الراجل اللي سحبها العيانة كانت حريصة انها قالت له لا انا عاوز انقل فريش وبتاع وما تضيعنيش السايكل ديت وكده، ف
ابتدى يقول ايه، طب ما ندي فرصة ان احنا ننقلها فريش. لو هو عاوز ينقل فريش ويخلي نتائج النقل فريش يعني الى حد ما معقولة، لازم يدي ايه؟ HCG Human Chorionic Gonadotropins. فاداها Human Chorionic Gonadotropins ايه بعد السحب، حاجة اسمها Rescue HCG. يعني في يوم السحب المفروض هو الجينر اتش ده بيعمل ايه؟ بيخلي ال اتش يطلع، بس بيخليه يطلع بسرعة ويرجع بسرعة، فما بيحصلش سبورت للكوربس ديتين. ال اتش جي بيبقى لونجر هاف لايف، فممكن ال اتش جي يبقى عامل كده. فاحنا جينا بقى يوم اللي هنا كان ال ال اتش كان بيوطى، ادى ال اتش جي، فال اتش جي مكمل تمام. وبعدين لقى ان هي، حد بيسأل حاجة؟ لا معك دكتور تمام. طيب في داي 5 من الايه، من الاوفن بيك اب او من الفيرتلايزيشن، كان عندنا 8 امبريوس بلاستوسيست، ده نتيجه حلوه قوي. عمل ايه بقى الراجل؟ ترانسفير 1 امبريو كرايبرز، 1 امبريو ترانسفير و7 امبريوس كرايبرز. ايه رايكم في اللي هو عمله؟ ممتاز. هو ليش ما نقل اثنين على ها؟ ليش ما نقل اثنين؟ ليش البخر؟ مبدئيا في العدد كويس، لكن أي ان هو نقل اساسا فريش دل عليه ايه؟ اللي هنشوف عليه كلام، لان هو العينه may develop للـ OHSS. طيب at day 8 of trigger the patient came to emergency with severe abdominal pain with distension. دخلت يعني بعد ما نقلت، بعد ما نقلت بثلاث ايام جات على المستشفى اي بطني وبترجع وبطنها منفوخه وكده. ايه الديفرنشال دايجنوستس بتاعكم؟ اوفريان هايبر ستيميوليشن، تورشن، الاوفريان تورشن، بريجنانسي تورشن. هو مبدئيا الموست كومن في الحاله دي كده لما ناخد هيستوري الموست كومن هو ايه؟ الاو اتش اس الاو اتش اس اس، بس برضو ما اقدرش اجزم 100%. ممكن سيرجيكال، ممكن سيرجيكال، ممكن تكون العينه فيها حاجه ثانيه تكون هي السبب. فهنا لازم ان انا هعمل ايه؟ لازم ان انا اشوف ايه الديفرنشال دايجنوز واكسكلود برضه، حتى لو انا يعني بنسبه 90% هو او اتش اس. طب ممكن يكون في ايه؟ ممكن يكون في زي ما انتوا قلتوا كده تورشن، وممكن يبقى التورشن على الاو اتش اس اس، ممكن يكون في بي اي دي بلفيك انفلاماتوري ديسيز، ممكن يكون في ابنسايتس دايفرتيكولايتس تمام. ففي حاجات جاينيكولوجيكال وحاجات ايه نان جاينيكولوجيكال. لما جينا نشخص لقينا الاوفرز كبيره، لقينا في اسيتيك فلويد، فاتشخصت اوفريان هايبر ستيميوليشن سندروم، وعملنا هيماتوكريت لقيناه 50. 50 ده عالي ولا واطي؟ عالي كبير عالي، يعني احنا كده بنتكلم في سيفير. ولقينا الهيموجلوبين 14، التوتال ليكوسيتيك كاونت لقيناه 14 عاليه برضو، السكوت والسكيبت ليفر انزيمز لقيناهم عاليين تمام. والعيانه طبعا لانها سيفير اتحجزت في الاي سي يو 7 ايام، وتعمل لها اسبيريشن اوف اسايتس 3 تايمز، وديسشارجد من الهوستل افتر 10 دايز. ايه رايكم في المانجمنت اللي حصل؟ لان نقل فريش، لانه وات اباوت ذا بريجننسي، المفروض ان هو فريش ولا لا؟ تمام، لا لسه ما نعرفش. بس حتى لو عنا بريجننت، هل ده از ا جود اوت كم اون يير 2022؟ نو، يعني المفروض كانت كنا بنبقى مبسوطين بيه عادي زمان، يعني من 10 سنين كده ولا من 15 سنه كنا بنقول ماشي، ايه يعني العيانه دخلت الاي سي يو بتاعه واتحجزت لها يومين ثلاثه واتظبطت واتظبط لها الفلويد او انبوت واوت بوت وبتاع، والعيانه طلعت سليمه وطلعت بريجننت وحامل وكل الكلام ده تمام. كنا بنبقى مبسوطين، بس وقتها ما كناش نعرف
ان في حاجه اسمها تريجر بجي ان ار اتش، ما كناش نعرف او ما كانش عندنا الفروزن او الريزلتس بتاعت الفروزن امبريو ترانسفير ايكوال للفريش امبريو ترانسفير، تمام؟ فكنا وقتها ما قدمناش حاجه تانية. لكن دلوقتي عندنا حاجات تانية، ولو حصل لحد عيانة زي كده والعيانة خدت سكة ميديكو ليجل واشتكت وبتاع، يقول بي بليمد وهيبقى عليك ممكن مشاكل، تمام؟ ده حاجة مش اكسبتبل. ماشي؟ فهنا يعني الكونكلوجن بتاعت العيانة دي لا، يعني الافضل ان احنا ما ندخلش نفسنا في حاجة زي كده. ها؟ تعال كده ناخد حاجة، حالة تانية كده، مين هيقرأ لنا؟ الدائرة. نقرأني دكتورة. patient with tubal disease commenced IV infusing long protocol down regulation followed by ovarian stimulation with 225 international units per day recombinant gonadotropin. On day 11 of stimulation, 3 follicle of more than 17 millimeter and 8 follicle of less than 16 millimeter were identified. HCG 10,000 international unit was administrated and transvaginal oocyte retrieval was performed 36 hours later. 8 oocytes were retrieved, 7 were suitable for insemination and 6 fertilized. A single day, 5 blastocysts was transferred. Intravaginal progesterone disary were provided. احنا عملناها ده مش كده؟ قلناها الكيس دي مش كده؟ قلناها المرة اللي فاتت، قلناها، أنا آسف. قلناها دي. طويلة. طيب خلينا، خلينا في دي، ماشي. طيب معلش أنا آسف، اتفضل. تمام. 30 years old women underwent IVF. BGT A cycle with antagonist protocol. She received human menopausal gonadotropin 300 every day since the second day of menstruation. She started antagonist injection on her fifth day of stimulation. She is now on day 10 stimulation. Today, ultrasound scan, endometrial thickness 11 millimeter triphasic. Right ovary 4 by 20 by 3 by 18 by 2 by 17 by 15. What's this? By 14. اللي هي من 11 to 13. Left ovary 2 by 21, 2 by 19, 3 by 16, and 9 by 15. اللي هي 11 to 13. ال E2 was 600 picogram per mil. 6000. 6000, yes. طيب. She received gonadotropin releasing hormone agonist prior to starting ovarian stimulation with the human menopausal gonadotropin. After 11 day of stimulation. لا لا ثواني ثواني، ده ايه ده؟ ده في لخبطه في ال سلايد. لا دي 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 هو بقى بيسال هنا العينه اللي هي اللي احنا شفناها ديت اللي هي ايه النكست ستيب بتاعتها؟ او وين وين تو تريجر؟ نعطي جي انا ريتش وفريز اول تقريبا عدد كبير مطلعه. طب هنتريجر امتى؟ هي واصله العدد دي 10. هنتريجر على طول في نفس اليوم على طول، لان في 18 و19. يس
لان انا لو عشان استنيت اتاكد. العشرينات وال21 دي هخسرهم، فانا عاوز خلاص انا عندي جود كوهرت اقدر اعمل تريجر. فتريجر بايه؟ بجي ان ار اتش. ايه التريجر ميديسن؟ هيبقى جي ان ار اتش ريليزنج هرمون، تمام. والاو بي يو يبقى بعد قد ايه؟ بعد 36 ساعه من التايم اوف تريجر. طيب العينة came on the planned day of trigger، لكنها خدت التريجر متأخر، خدته 11 ساعة فاتت بس، نعمل لها ايه؟ نستنى. الحاجات دي بنشوفها. ولا نسحب لأن خلاص في 20 و21. لا ما فيش حاجة اسمها اسحب. لو سحبت مش نستنى. هطلع اوسايتس او هتطلع كلهم اماتيور، لازم يبقى عدى مثلا لازم 32 نستنى. ل 34 ساعه. فهنا لا، لازم نستنى، وعلشان نسحب الايه اماتيور. ماشي، فلازم ان انا هاجلها، هعمل سكيدول 1 داي. ماشي، طيب تعالوا شوف الكيس ديت، حد يقرأ لنا كده. حاجة 30 سنة تعمل الفيرست اي في اف ترايل، واتندت فور اوسايت ريتريفر في داي 13، وقبل البروسيدور بنسألها على الحقنة الاتس جي. اكتشفنا ان هي، انتوا عارفين ان الانجكشن ساعات مثلا زي البريجنيل الكوريومون الحاجات دي بيبقى فيها بودرة ومية، لقينا المريضة خدت الايه؟ المية بس، والبودرة اترمت. ايه رأيكم نعمل ايه؟ مش البودرة هي الميديسن؟ بالظبط كده، خلاص معناها نكنسل. معلش هدي بس بريك 5 دقايق وهرجع لكم تاني. ماشي، نقول ايه الانجكشن دي؟ ساعات بتيجي مرضى تبقى واخده الووتر بارت ومش واخده الباودر، هي كده ما خدتش دواء، هي خدت يعني حاجه ان اكتف يعني ما فيش حاجه اكتف انجريدينت، خدت جاست اونلي الووتر ده، ما هوش حاجه خالص، تمام. فلازم ان احنا نرجع نعيد تاني، وطبعا ممكن في بعض الاحوال بقى ايه هنا يحصل يبقى في كومبرومايز للاوتكم، تمام. طبعا لازم يبقى فيه clear written information instructions للبيشنت. عفوا دكتور، نعم. سؤال، مش في حالة ان مثلا اللي هم الانفيرتيلي بريزرفيشن لمحلات الكانسر، ذكرت انك في واحد من تعملها مثلا دبل بروتوكول الاستيميوليشن، يعني ليش نستنى السايكل الثانية؟ ما ممكن نفس الشيء يعني ندرلها تريجر في نفس، يعني نبدالها على طول، بس نبدلها تريجر نفس ما كنا، او مش ضروري يعني. مش عارف أنا مش افهم سؤالي. أنت شاي حاجة. لما حكيت لنا على مثلا، أنا سحبها. هي أنا خدت مية وما سحبتها وكده، لازم أرجع تاني أدي الـ اتس جي تاني وأسحبها. إيه علاقة ده بالدبل ستيميليشن؟ انه يعني ليش نستنى لعندي سايكل تاني، ما نقدر ما يعني نقدرش في الوقت نفس الوقت خلاص نعطيها يعني نبدا لها انجكشن ونكمل، او لا لازم ستيميليشن جديد يعني؟ من الاول. على طول يعني. انا لسه هستفيد من السايكل دي، ايه اللي هيخليني ابدا انجكشن جديد؟ وبعدين احنا بنتكلم الدبل ده مشكلتي انا، يعني مش عارف كده انتوا بتخسروا واحد غلط ان هو يتكلم فيه، يعني الاكسبشن الدبل ستيميليشن ده اول حاجه، ده اكسبشن بنعمله
النتائج بتاعته اقل من الس... من ال... من من العادي، لكنه مش النورمال، مش العادي، مش المفروض. هدفه ايه؟ عينه مش هتلحق نقعد نعمل يعني مش هقدر استنى انذر سايكل، التايم بالنسبه لها مهم فبعمله. تمام، وده لازم. وببقى سحبت مره وبعدين ببقى عاوز اسحب مره تانية، لكن انا هنا انت بتتكلمي في عينه لسه اساسا ايه ما سحبتش اول مره ونورمال. الحاجه الثانيه، انا برضو من اهدافي ان انا اعمل فريش ترانسفير، الدبل ستيميليشن ده مش هعمل فريش ترانسفير خالص، انا كله فريز اول. الكوست اكتر طبعا، يعني في عوامل كتيره، يعني ما هوش الموضوع بس حاجه بنطبقها كده وخلاص. تمام ماشي، شكرا. تمام طيب، مين اللي بيتفرج على ماتش؟ خلينا هنديكم كده محاضرة كده على تعلق ليه. السلايدز باينه يا جماعه؟ لا دكتور توا لا. حاليا ظهر الدكتور. ظاهر ايه؟ تمام. ظاهر حاجة تانية مش عارف اشيلها. ظاهر برزنتيشن تانية مش عارف اقفلها. الشيء دي اللي انا عاوز اقوله. اديني 5 دقايق بس وارجع لكم. عشان تمام هدي له الاوفندوسكوب. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نديكم كده محاضرة يعني خفيفة كده على هل الاندوسكوبي ليه رول في الانفيرتيليتي مانجمنت، وهل ستيل ليه رول ولا خلاص يعني ما هواش ضروري، ولا ايه رأيكم؟ اول احب اسمع رأيكم كده. ممكن تعاود السؤال دكتور فاتني؟ هل في الاندوسكوبي رول في الانفيرتيليتي مانجمنت ولا ملوش؟ عنده رول اكيد. ايه هو بقى؟ الاندوسكوب اللي هو اللابروسكوب والهستروسكوب. الو الو دكتور، في صوت ولا ما في؟ انا نسمع فيك لكن الدكتور شكله ما يسمعش فينا. اها هو شكله عنده تكنيكال بروبلم، كان يأجلها. اعتقد اكو اشكال يصير بالنية يمل دكتور. اي كان نأجلوها احسن، خير تاخذ وقت. والله يا ريت اذا يكون تأجيل افضل، لانه صراحه يعني ضاع نص المحاضره.
ضاع علينا الوقت. يا يعني حتى نفس الشيء، انا كتبت لكم نوت قبل شويه. نشوف الدكتور، نشوف الدكتور رد ايش راح يكون، اذا قدر يعني تصلح المشكله مات الاتصال او لا. ان شاء الله خير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. فرصة سعيدة بنات، ربي يوفقك إن شاء الله أجمعين يا رب. أسعد حبيبتي، يا أهلا بكم. أهلا بك، توفيق للجميع إن شاء الله. أمري يا رب.
الو 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 نعم اهلا دكتور. مرحبا دكتور. طيب انا مش عارف اشير البرزنتيشن. نأجله الدكتور نأجله لأنا يعني وقت حيتأخر أكثر. نأجله الأسبوع الجاي إن شاء الله. الأسبوع الجاي أنا مش قد يعني ممكن يبقى في أسبوع أو أسبوعين عندي ارتباطات مش هقدر أديها يبقى معاكم. طيب أنا بس البرزنتيشن مين اللي خلاني طلعني عملني مش شلني من البرزنتيشن؟ لا حضرتك خرجت في الوسط ما عادش مع حضرتك بس. بكلم ولا بس عشان تخليني بريزنتر. حد يكتب لها بس طيب على الجروب الله يكرمك. الدكتوره اسماء معاها الهوست ممكن تنقله للدكتور احمد عادل. طيب ماشي ماشي مين اللي معاها هوست تخليني. طيب الهوست اسمه دكتور اللي هوست يخليني هوست الله يكرمكم يلا يخليني اعمل تمام دكتور انت الان كوهس. طيب يلا. طيب كنا بنقول يا جماعه بحاول دكتور ما عرفتش ازاي اتعملت اصلا بحاول خلاص هيتعملت اهو شايفين مش كده اوكي تمام أيوة كده تمام. طيب. دكتور شايفين احنا بنتكلم على امتى نعمل اندوسكوبي. ايه هو الاندوسكوبي الاول؟ الاندوسكوبي هو ايه دكتور؟ إيه؟ اعمل ريكول. الاندوسكوبي هو ما هو معمول الاندوسكوبي هو الهستروسكوبي واللابروسكوبي. ده الايه ده الاندوسكوبيك سيرجري اللي احنا ايه اللي احنا بنعملها تمام. طيب هل ليها رول في الانفيرتيتي مانجمنت ولا ملهاش؟ طيب انا هقول لكم انا لما يعني كنت نايب او كده كان عندنا كميات كبيره من اللابروسكوبي للانفيرتيليتي تمام. كنا تقريبا كل لسته مثلا عندنا 5-6 حالات ايه لابروسكوبي بنعمل لها الاوفيريان دريلينج اللي فيها تيوبال ادهيجنز بنسلكها مش عارف ساعات دياجنوستيك بس خش عنا انفيرتيليتي نعمل لها دياجنوستيك لابروسكوبي. هل الكلام لسه كده ولا الكلام اتغير ولا ايه؟ ايه رايكم؟ هو مازال كده قلل الانترفنشن. طيب مبدئيا يعني قبل ما نجاوب عليه على السؤال ده لازم نشوف اي حاجه بنعملها ايه البنفيتس وايه الريسكس بتاعتها وهل هي افيلبل عندي وعندي اكسبرتيز يقدر يعملها ولو هي مش افيلبل او هي حتى لو افيلبل هل في الترناتيفز ليها والكوستس بتاعتها قد ايه. لازم دايما انا بعرض على العيانه اي اوبشن بشوف هل ده احسن اوبشن ليها ولا لا تمام. عشان اعرف هو احسن اوبشن ليها لازم اشوف هو ايه البنفيتس والريسكس وايه الالترناتيفز بتاعته والكوست بتاعته قد ايه وفي الاخر باخد القرار انا اعمله ولا ما اعملوش تمام. طيب وطبعا مهم قوي هو ايه الايفيدنس وراء ان انا اعمل الحاجه دي يعني هل في ايفيدنس
سبورتنج ان انا اعمل الكلام ده ولا ما اعملوش. طب مبدئيا هو ايه البنفيتس اللي ممكن نلاقيها في الاندوسكوبي؟ ممكن يبقى ليه رول في الدياجنوزس مش كده، ممكن يبقى ليه رول ان هو تو انهانس السبونتينيوس بريجننسي، ممكن يبقى ليه رول ان هو تو انهانس الشانسز اوف اي في اف سكسس، وممكن يبقى ليه رول في الفيرتيليتي بريزرفيشن. تمام، طيب نيجي نمسك حاجه حاجه كده. بالنسبه ليه الدياجنوز، احنا اخذنا البيزك فيرتيليتي ورك اب، هل كان من ضمنها اللابروسكوبي او الهستروسكوبي ولا مش من ضمنها؟ من ضمنها، هو مش هو ممكن يبقى من ضمنها بس ما هوش الاساسي. يعني كتيوبال بيتنسي كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل هيستوبنجوجرام او حاجه اسمها هايفوزي. تمام، واللاباروسكوبي والهستروسكوبي ار نوت روتين انفستيجيشنز. طب امتى اعمل اللاباروسكوبي؟ اعمل اللاباروسكوبي للتيوبال اسسمنت لو انا عندي بقى ابنورماليتي في الهايفوزي او الهيستوسالبنجوجرام، او لو انا عندي بقى كوموربيديتيز فيها الريسك ان انا يبقى عندي تيوبال دامج عالي فعاوز اطمن على التيوبز بشكل افضل، زي لو في عندي هيستوري اوف بلفيك انفلاماتوري ديزيز او عندي بريفيوس اكتوبيك بريجننسي او عندي اندوميتريوس. تمام، يبقى هي دي الانديكيشنز اللي انا ممكن اعمل فيها اللابروسكوبي كحاجه فور تيوبال assessment. تمام، طيب الهستروسكوبي اخباره ايه؟ قلنا الهستروسكوبي ما هوش روتين خالص المفروض، بس هو الهستروسكوبي في حد ذاته هو احسن حاجه تبين لي الانترايتراين باثولوجيز. تمام، فتعالوا نبص كده معايا، ايه رايكم في الهستروسكوبي الاولاني ده؟ بصوا كده ايه اللي انتوا شايفينه دلوقتي، عملنا ايه دلوقتي؟ دخلنا جوه الكافتي. حد يقول لي كده الكافتي دي اخبارها ايه؟ نورمال. نورمال، وشفنا ايه؟ وشفنا تيوب اوستيا اليمين وتيوب اوستيا الشمال. يس. تمام؟ حاجه الهستروسكوبي بقى هو الجولد ستاندرد للانترايتراين اسسمنت. تمام؟ طب بصوا كده الهستروسكوب الثاني ده وقولوا لي ايه رايكم فيه. كانه في بولب دكتور، صح؟ هي دي مش بولب الصراحه، هي دي ريمينانت اوف كونسبشن. وطبعا ميزه في الهستروسكوب، بصوا هنا الهستروسكوب في خلال ثواني عملنا ايه؟ ده عملنا دايجنوزس، فيرم دايجنوزس. كان طبعا دي كان فيها فيلينج ديفكت في الالترا ساوند، او يعني فيها زي كده ديفكت، او يعني تحس ان فيها هايبر اوكايك بارت في الاندوميتريوم كده في الالترا ساوند. وعملنا الهستروسكوبي، عملنا كونفيرم ان دي انترايتراين شكلت لعانة عندها هيستوري اوف ميسكاريج قبلها بفتره، وعملنا لها اكسجن وبعتناها هيستوباثولوجي وطلعت فعلا ايه remnant of conception وتشالت على طول. طيب بس امتى بعمل الهستروسكوبي؟ لازم يبقى عندي سبب ان انا اعمل الهستروسكوبي، ما هوش حاجه روتين كده ان انا اعملها. تمام، وهو بس لما بعمله هو انا ممكن استفيد منه فعلا لو عندي ايه، لو عندي باثولوجي، وممكن استفيد منه ان هو يقول لي لا ده الاندوميتريوم كويس جدا خلاص مش هنقعد ايه نشغل نفسنا بيه. تمام، طب هل في رول ان انا اعمل هستروسكوبي قبل الاي في اف از روتين؟ لا نوت روتين. اتعمل تو بيج راندمايزد كنترول ترايلز واتنشروا في اللانسيت جورنالز، وعلى الهستروسكوبي بيفور الاي في اف، سواء لعيانه عندها يعني بتعمل لاول مره، او عيانه
عندها recurrent IVF failure ولقوا ان الـ IVF ان الـ hysteroscopy for IVF with normal ultrasound of uterine cavity does not improve the live birth. تمام؟ ودول two well-designed randomized control trials. طيب في ناس بتتكلم كتير وتقول لك الـ rule of hysteroscopy أو rule of scratching. تسمعوا عن موضوع الـ scratching قبل الـ IVF؟ لا صراحة لا. حد سمع عنه خالص؟ إن حد يقول لك بس نعمل ده المرضى كلها عارفين والمرضى بتسأل عليه وكده. عشان implantation؟ عشان إيه؟ implantation؟ عشان يحسن الامبلانتيشن مش كده؟ تمام. ايه رايكم فيه؟ او العلم بيقول ايه فيه؟ طبعا موضوع السكراتشنج ده طلع مثلا من حوالي 12 13 سنه كده، وكان كل العيانين ايه كان في بقى ايه نعمل لهم سكراتشنج املا في ان هو بقى ايه قلنا كله هيحمل وبتاع، واتعمل الاول انيشال ترايلز كله طلع ده نسب الحمل بتزيد، ده مش عارف ايه، ده نسب الحمل بقت 100% وبتاع. وبعدين بقى تظهر الحقيقه بعد شويه ان احنا بنلاقي ترايلز كويسه اتعملت، او احنا بنلاقي اللي قدامنا، ما هو مش كل العين بيحمله. طب ما هي العينه عملنا لها سكراتشنج ما حملتش مش عارف ايه. ف في بيج راندمايزد كنترول ترايلز اتعملت على حوالي 1300 حاله او اكتر من 1300 حاله، بين عيانين نعمل لهم endometrial scratch قبل الـ IVF، وبين عيانين ما نعمل لهمش حاجة قبل الـ إيه؟ قبل الـ IVF. تمام؟ عفوا دكتور عفوا شنو هو هذا؟ يعني الـ scratching. الـ scratching ممكن بالهستروسكوب إن إحنا نعمل just touching للـ endometrium بالذات at the fundal region، أو إن إحنا ممكن بأي حاجة زي اسمها ايه البيبل اندوميتريال بايوبسي نعمل جاست سمول انجري في الاندوميتريوم. تمام ده كان عليه كلام كتير، او لو هتقري عليه هتلاقي ان هو، وهتلاقي في سنترز لغاية دلوقتي بتعمل الهستروسكوب كاروتين، يقولك عشان ايه؟ عشان نعمل سكراتشين. هل ده ليه رول؟ لا، الافيدنس بيقول لا ملوش ايه، ملوش رول. وعندي بيج راندمايز كنترول ترايل زي ما انتم شايفين في كل ارم حوالي ما يقرب من 700 patient. اللايف بيرث ريت والبريجننسي ريت كان في الاثنين زي بعض، فمفيش بنفيت لي ان انا اعمل سكراتشنج قبل الاي في اف تريتمنت. تمام طيب. طب في باثولوجيز بقى ممكن تبقى مانجد بالاندوسكوبيك سيرجري، في حاجات ممكن تبقى مانجد. تعالوا نتكلم على الحاجات، او الحاجات اللي هي الكومن، في حاجات اكتر من كده بس يعني ايه. تعالوا نشوف الاول حاجات اللي هي كان بي مانجد باي يعني بالذات باللابروسكوب، البي سي او اس، التيوبال ديزيز، الاندوميتريوزس، وفي حاجات ممكن اكتر بالهستروسكوب زي الاندوميتريال بوليب، المايوما، الانترايوتراين ادهيجنز، واليوتراين انوماليز، والسيسيريان سكشن ديفكت. تعال اول نتكلم على البي سي او اس، واللي احنا لسه واخدين ان اللابروسكوبيك اوفيريان دريلنج ممكن يبقى ايه السكند لاين اوف مانجمنت، لكن زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو انفيريرلي ان كومباريزون للجونادوتروفينز، والكوملاتيف بريجننسي ريت بعد 6 شهور نص البريجننسي ريت اللي بيحصل مع الايه مع الجونادوتروفينز. و ممكن بعد ما نعمل لابروسكوبيك اوفيريان دريلنج نحتاج ناخد تاني اوفيليشن اندكشن وجنادوتروفينز. تمام؟ فهو هياخد مور تايم تو كونسيف، هياخد هنقدر جزء هيستعمل ميديكيشنز ثانيه، فما هواش يعني احسن من الايه من الاوفيليشن اندكشن بجنادوتروفينز. تمام؟ بالاضافه طبعا ان في ريسك على ان هو ريسك اوف سيرجري وريسك اوف بري tubal adhesions او بري ovarian adhesions، وريسك اوف ان ممكن لو اتعمل اكسسيف ان هو يؤدي الى اللو ovarian reserve، فكل الكلام ده against الايه اللابروسكوبيك ovarian drilling. تمام؟
طيب بالنسبة للتيوبال ديزيز ودي هتاخدوها مع الدكتورة هالة، هل في رول اوف لابروسكوبي في تصليح التيوبال ديزيز؟ ايه رأيكم؟ طيب هو ايه درجات التيوبال ديزيز؟ في درجات ماينور بسيطة خالص، ان يبقى في بروكسيمال اوكلوجن بس، او في ديستال اوكلوجن لكن بقية التيوب سليمة، او في جاست فيلمي بريتيوبال ادهيشنز، وفي درجات بقى سيفير ان هو كل الميكوزا دامج، الفايبروزيس قوي قوي، الادهيشنز دنس ادهيشنز. مين اللي يستفيد اكتر باللابروسكوبيك سيرجري؟ كل ما احنا ناحيه الماينور ممكن نستفيد اكتر، كل ما احنا ناحيه الميجور بالعكس، يعني تصليحها هيبقى ايه، هيبقى مور ديفيكلت وممكن ما يبقاش في فايده اكتر. تمام. طيب فلقينا لو في بروكسيمال تيوبال بلوك ممكن نعمل حاجه اسمها ايه، استروسكوبيك تيوبال كانيوليشن، ولقينا ان هي بتزود الكلينيكال بريجننسي ريت ممكن حوالي 27% بالذات لو البيشنت كانت يونج، و بالذات في الفيرست 6 مانس. تمام. وفي سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس بيقول الكلام ده. تمام ماشي. طيب المايل تيوبال ديزيز لقينا ان احنا لو عندنا يونج ايج وومن وفي عندي اكسبرتيز في التيوبال سيرجري، ممكن ان هو التصليح بتاع المايل تيوبال ديزيز يبقى ليه نفس السكسس ريت اوف اي في اف. ولقينا كمان ان لو في عندي تيوبال استرلايزيشن بنعمل له ريفرسال برضو اتس هاز ذا سيم او هو هاز هاير كومولاتيف بريجننسي ريت ذان الاي في اف. فدول في المايل تيوبال ديزيز ممكن ان احنا يبقى فيه رول اوف ايه، اوف سيرجري. طيب لو احنا بنتكلم على السيفير تيوبال ديزيز، لا من الاول كده الاي في اف هو ايه، هو الريكومندد تريتمنت. تمام. وهنا عندنا كوكرين ميتا اناليسيس زي ما احنا شايفين كده، لكن ده كوكرين ميتا اناليسيس على التيوبال اوكلوجن كمان، ان احنا لو عندنا هيدروسالبنكس لقينا ان احنا كمان مش بس الاي في اف هو اللي ريكومندد بس، لا ده كمان المفروض لو انا عندي هيدروسالبنكس المفروض ان انا اعمل له ريموفال او اكلوجن قبل ما اعمل الاي في اف عشان ازود السكسس ريت، وعلى الاقل بيزود السكسس ريت 2 تايمز دبلينج السكسس ريت بتاع الاي في اف. وده زي ما احنا شايفين في كوكرين ميتا اناليسيس، زي ما احنا شايفين ان ايه، ان الناس اللي بتعمل اللي بتعمل او ما بتعملش تيوبال سيرجي بيبقى البريجننس ريت ايه، اقل من الناس اللي هي ايه، اللي هي عملت سالبنجكتومي او اوكلوجن. تمام. طيب طب نعمل هل احنا ما عندنا زي ما قلنا ايه، ممكن نعمل سالبنجكتومي نشيل الفالوبيان تيوب وممكن نحط فيلش كليب على ال proximal part of the fallopian tube علشان نعمل الايه الاكلوجن. هل في ده احسن من ده او ايه الافضل؟ برضو في ميتا اناليسيس هنا منشور في Fertility 2017 مطلع الاثنين زي بعض، يعني سواء هتشيل الفالوبيان تيوب او هتقفلها مش فرق. تمام. ك pregnancy rate او بعد الايه، بعده. تمام. طيب سواء pregnancy rate او live birth rate. طب في بعض الناس بيبقى عندهم extensive abdominal adhesions وعاملين multiple surgeries وعاوزين وهنا بيبقى موضوع سواء ان انت تعمل occlusion او salpingectomy very difficult، فبنلجأ ان احنا نعمل ايه، نعمل hysteroscopic tubal occlusion، hysteroscopic tubal occlusion. وفي حاجه اسمها اشور ده بيستعمل ك
ك كونتراسيبتيف ميثود ممكن نسد بيه البروكسيمال بارت بتاع الفالوبيان تيوب علشان يقلل الايه يعني يقفل التيوب. هو بيزود البريجننسي ريت بس اقل من الايه اقل من اللابروسكوبيك سيرجز. يبقى اللابروسكوبيك احسن من الايه من الهيستروسكوبيك تيوبال اكلوجن قبل الايه قبل الاي في اف في حالات الهايدرو سيرجز. تمام. طيب في بعض الناس يقولك طب ممكن نعمل اسبيريشن الترانسفاجينال اسبيريشن للهيدروسالجنكس قبل ما اعمل الامبريو ترانسفير على اساس ان انا اقلل الفلويد وازود البريجننسي ريت. بس هي برضو اقل بكتير من الايه من السلف انجكشن. ماشي. في حاجه مش واضحه هنا؟ شباب معايا ولا انتم فين ولا رحتوا فين؟ معاك دكتور معاك تمام. ماشي. طيب تعال على الاندوميتريوس. زي ما احنا عارفين عندنا ثلاث انواع رئيسية من الاندوميتريوس. عندنا في بروتونيال وده بيبقى باتشز اوف اندوميتريوتيك تيشو بتبقى سوبرفيشيال على البروتونيوم. في اوفيريان وده اللي بيبقى في صورة اندوميتريوتيك سيست. تمام. ممكن يبقى برضو او على الاوفري بشكل عام سواء سوبرفيشيال او ان هو بقى عامل اندوميتريوتيك سيس. وفي الديب اللي هو دي اي اي اللي هو انفيدنج يعني على الاقل 5 مليمتر تحت الايه البروتونيال سيرفيس وممكن يبقى موجود على الوول بتاع البلادر او الريكتوم او كده. لما بنتكلم على management of endometriosis عشان pregnancy هل في رول للهرمونال تريتمنت في المانجمنت بتاع الاندوميتريوزس؟ لا بعدين هي بتتعارض مع البريجننسي لانها بتكون كونتراسبتيف. اي هرمونال تريتمنت للاندوميتريوزس هياخر البريجننسي. يبقى مفيش هرمونال تريتمنت للمانجمنت اوف انفيرتيليتي ريليتد اندوميتريوز. طب ايه اللي هنعمله؟ لإما نعمل سيرجري لإما نعمل اي في اف او ميديكال اسيستد ريبرودكشن. تمام. طيب ولو هعمل سيرجري ممكن اعمل السيرجري ايمينج فور سبونتينيوس كونسبشن او ايمينج فور ميديكال اسيستد ريبرودكشن. تمام. طب يبقى الخيارات اللي قصادي الاساس هي ايه؟ سيرجري او اي في اف. مش كده؟ امتى الجا للسيرجري وامتى الجا للاي في اف؟ حد عنده افكار؟ حسب الكوز والبنفيت. طب امتى يبقى البنفيت اكتر ناحيه السيرجري؟ لو في سبب معين يعني حاجه اديجن حفكوا او مثلا يعني. طيب هنختار ايه؟ هنختار على حسب. هو اول حاجه هل في بين سيفير بين ده يخليني ناحيه الايه؟ ما هو الاي في اف مش هيحسن بين. تمام. فبريزنس اوف بين هيخليني ان انا توورد الاي في اف. الايدج كل ما العانه كانت يونجر ان ايدج البريزنس اوف بين اسف ناحيه السيرجن. كل ما العانه يونجر ايدج ممكن تستفيد من السيرجن وممكن يبقى عندها جود اوفيريان ريزيرف فيسمح لها انها نديها شويه وقت. طيب كل ما العانه عامله بريفيوس سيرجريز لا ما هو ما استفادتش من السيرجريز يبقى لازم الجا ليه الايه الاي في اف. طبعا لو في اذر انفيرتيليتي فاكتورز يعني العانه فيها ميل فاكتور ولا حاجه لا يبقى خلاص. لو الأوفيريان ريزيرف قليل يبقى برضو خلاص. استيميتد اندوميتريوز فيرتيليتي اندكس وده معمول على اساس كذا حاجه من ضمنها الايدج من ضمنها الييرز اوف انفيرتيليتي من ضمنها الديجري او السيفيريتي بتاع الاندوميتريوزس. كل ما كان الاندوميتريوز فيرتيليتي اندكس ده عالي يعني العانه يانجر ان ايج يعني العانه ما عملتش سيرجز قبل كده يعني فنلاقيها ان ممكن فرصها في الحمل تبقى اكتر.
كل ما كان الاندوميتروز فيرتيليتي اندكس ده قليل كل ما فرصها في الحمل ايه اقل. فعلى اساس الحاجات دي بنختار هنلجأ للسيرجي ولا للاي اف اف. وممكن نعمل السيرجي في اللي هي حالات الاندوميتروز اشيتد انفيرتيليتي اللي هي ستيج 1 و 2 اندوميتروز، يعني كل ما كان برضو اقل في السيفيريتي ما هياش ستيج 3 اور 4، لان 3 اور 4 دي في الاندوميتروز فيرتيليتي اندكس هيبقى الاندوميتروز فيرتيليتي اندكس قليل قوي، فالريسبونس هيبقى ايه هيبقى قليل. او في حالات الايه اندوميتروزس اسوشيتد اندوميتريوما اسوشيتد انفيرتيليتي ممكن تستفيد من السيرجي. ولكن نخلي بالنا من حاجه، لو احنا جينا مسكنا كده ده ميتا اناليسيس لناس كانوا ستيج 1 اور 2 اتعمل لهم يعني مانجمنت للاندوميتروزس سواء باكسيجن او ابليشن، وناس اتعمل لهم بس دايجنوستيك استروسكو، تمام. نلاقي ان ال كاوفرول ريزلت ناحيه الايه انكريزد البريجننسي باي سيرجي، بس لو جينا حسبنا حاجه اسمها نمبر نيد تو تريت اللي هي انا بعمل البروسيدور لكام حاله عشان حاله واحده تستفيد، هنلاقينا بنعمل تقريبا ل 9 كيسز عشان 1 كيس تستفيد من الايه من الهستروسكو من اللابروسكو، تمام. فده طبعا يعني مقارنة بالاي في اف، عادة الاي في اف السكسس ريت بتاعه ايه او النمبر نيد تو تريت ايه تقريبا بنتكلم ايه اباوت النمبر نيد تو تريت اباوت 3. فالافكاسي بتاع الاي في اف اكيد اعلى من الايه من الاندوميتريوزيس من اللاباروسكوبي في المانجمنت بتاع ستيج 1 اور 2. بالنسبه للاندوميتريوما اسوشيتد انفيرتيتي ده برضو ده مش 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 راندمايز ترايلز، ده اتس يعني ريتروسبكتيف اناليسيس ل ديفرنت جروب اوف اندوميتريوس اسوشيتد انفيرتيتي، اتعمل لجزء منها سيرجري وجزء وشافوا كام نسبة البريجننسي فيها، كان بعد السيرجري حوالي حاجة و50%، والجزء اللي محملش من السيرجري عملنا له ايه عملنا له بعد السيرجري عملنا له اي في اف، فارتفع البريجننسي ريت للناس اللي عملت سيرجري واي يعني بالناس اللي اتعملت سيرجري والاي في اف ل65%. مقارنة بالناس بس اللي عملنا لهم اي في اف كان ايه كان حوالي 32%، والناس اللي ما عملنا لهاش تريتمنت خالص كانوا البريجننسي ريت فيهم 11%. تقول لي معنى كده ان السيرجري يعني حسنت الوضع او كده؟ هنخلي بالنا من حاجه برضو، هو احنا السيرجري احنا بنقارنها ايه بنقارنها مره واحده باي في اف، وما ننساش ان السيرجري ليها a lot of ايه a lot of compromise، من اهمها ال reduction of ovarian reserve. فنلاقي ان اللي بيتعمل لهم اللي عندهم unilateral endometrioma وبيتعمل لها excision بيقل ال ovarian reserve بحوالي 30%، وال bilateral endometrioma لو عملنا لها excision بيقل عندكم صوت؟ لا مفيش، شكرا.
ألو، السلام عليكم. لا يوجد لا أكو خلل مع الاتصال مع دكتور أحمد، أرجو الرد.